نروح دلوقتي لأول سؤال في المسابقة العلمية. السؤال لمدرسة 6 أكتوبر بيقول: تسعى الدولة إلى تحقيق السلام، إعراب السلام مفعول به، فاعل، مضاف إليه، نعت. الوقت بدأ. بص يا جدع، بص نعت وفعل مش هتنفع، مفعول به فيها مضاف. بص، تسعى الدولة السلام مش هينفع. تسعى انتوا ايه؟ بص، لأن تسعى الدولة مضاف. الأليوبية ودمياط بيلعبوا على الماتش النهائي. مين فيهم هيطلع للدور النهائي؟ أول سؤال في العربي، والوقت خلص يا إبراهيم. عندك إجابة؟ مضاف إليه. مضاف إليه. متأكد؟ متأكد. أنت عارف أنا بدأت معاكوا الحلقة بضرورة التركيز وإن إحنا ننتبه، لأن يعني في الماتشات اللي فاتت كان عندنا فرصة دايما نعوض، وزي ما بدأنا الحلقة بنقول دايما في فرصة تانية، بس ده مش معناه إن إحنا ما نركزش أو نتسرع. وما تعودتش منك إن إحنا نغلط في أول سؤال، دايما بتبقوا بادئين مركزين. الخسارة هنا بتفرق، السؤال الواحد الخمس درجات اللي بيضيعوا مننا بيفرقوا طول الماتش. ما تعودتش من مدرسة 6 أكتوبر على إجابة غلط. مش عايزين تراجعوا نفسكم ولا تفكروا في الإجابة مرة تانية؟ لا، دي الحلقة اللي قبل النهائي، ممكن أديك فرصة. قرارك الأخير، عايزين تفكروا؟ لا. واثق من الإجابة دي يا إبراهيم؟ واثق إن شاء الله. السؤال ده بخمس درجات وأول سؤال في الماتش. إجابة صحيحة وخمس درجات. نروح لسؤال العربي مع كفر المنازلة. السؤال بيقول: إن صاحب الخلق محبوب. لو شلنا صاحب، إيه من الأسماء الخمسة التالية يكون مناسب؟ ذي، ذا، ذو، أو ذو. الوقت بدأ. هتبقى رقم باء ذا. ايه يا ولاد، ايه الحكاية؟ بنتسرع ليه؟ بنتسرع ليه يا مروان؟ احنا قطعنا شوط كبير، ما تجوش دلوقتي وتتسرعوا في الإجابة. أصل كلمة واثق دي معناها ما عنديش ولا مجال 1% إن أنا غلط. هي دي الثقة اللي انتوا بتتكلموا عنها دلوقتي؟ ولا 1%؟ ولا أي شك؟ لا. كل اللي بيجاوبوا غلط بيقولوا كده برضو، صح؟ لا، تبقى صح إن شاء الله. صح، وهي فعلا صح. خمس درجات.